صرح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف بأن الوزارة قد انتهت من تنفيذ أول مشاريعها ضمن الحزمة التحسينية الأولى لتخفيف الازدحامات المرورية عند التقاطعات الحيوية التي تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وانسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، حيث افتتحت المسار الإضافي للدوران العكسي على تقاطع المرفأ المالي. وقد أكد سعادة الوزير المهندس عصام خلف بأن هذا الإجراء التحسيني الذي شمل توفير مسار إضافي لحركة الدوران العكسي مع توفير جزيرة فاصلة على شارع الملك فيصل تقاطع المرفأ المالي التي سيباشر في إنشائها قريبا، وسيتم تمديد طول المسار الإضافي ليصل إلى جسر للمشاة كمرحلة ثانية بعد أن يتم نقل خدمات الكهرباء التي تتعارض مع تنفيذ العمل والتي من المتوقع البدء بتنفيذها خلال الربع الأخير من هذا العام. وأوضح سعادة الوزير بأن الوزارة كانت قدمت حزمة من المشاريع التحسينية بصفة عاجلة للجنة التنسيقية تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد لحل الاختناقات المرورية، حيث وافقت اللجنة على 11 مشروعا عاجلا ضمن خطة قصيرة المدى، مشيرا إلى أن هذه المشاريع العاجلة تأتي كجزء من خطة أشمل لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى ممولة من برنامج التنمية الخليجي التي أطلقتها الوزارة وتستغرق وقتا من 3 إلى 5 سنوات، حيث سيشهد شارع المرفأ المالي خطة تطويرية أشمل عبر توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى 4 مسارات في كل اتجاه مع تطوير التقاطعات على الشارع لتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية. في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان المبارك نفتتح الدوران العكسي على شارع الملك فيصل بالقرب من المرفأ المالي، وهو أحد أهم المشاريع من الحزمة من المشاريع المستعجلة التي جاءت تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد. هذا المشروع رغم صغره في حجمه إلا أنه مهم جدا بحيث يؤدي إلى تقليل زمن الانتظار للحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه المرفأ المالي وضاحية السيف. كما أيضا في الأسبوع الماضي تم افتتاح تقاطع الفاروق، أيضا يسهم مع هذا التقاطع مع هذا الدوران العكسي في تخفيف وقت الانتظار. المشروع كان تحدي من ناحية الزمن وكذلك من ناحية التعاطي مع الخدمات الأرضية، حيث أن هنا شبكة معقدة جدا من الخدمات تم التعاطي معها، وجزيل الشكر لكل الجهات الخدمية التي تعاونت معنا من أجل إنجاح هذا المشروع. اليوم في هذه الليلة وغدا إن شاء الله راح يعني يرى المستخدم الطريق أهمية هذا المشروع وأثره الإيجابي على شبكة الطرق.